ما إن أعلنت الخارجية الأمريكية تعيين جيم جيفري مستشاراً خاصاً لوزير الخارجية مايك بومبيو فيما يخص الملف السوري، حتى عاد الحديث عن دور جديد للولايات المتحدة في الملف السوري، خاصة في ظل التحركات السياسية الأخيرة التي قام بها مستشار الأمن القومي جون بولتون وزيارته إلى جنيف وتل أبيب. نجد الآن أن ترامب يريد كل هذا الهدف وكل هذه الهالة الإعلامية والضغوط الاقتصادية هو تقليص الحجم الإيراني والتمدد في المنطقة، وأيضا بالضغط على روسيا من مبدأ إما أن تتخلي عن إيران أو تضغط عن إيران أن تخرج من سوريا أو أن تقومي بإعمار سوريا، بإعادة الإعمار السوري. ولهذا الهدف الرئيسي من ذلك هو إبعاد إيران عن الدور في سوريا وأيضا في اليمن وأيضا في العراق. جيم جيفري وهو سفير سابق في بغداد وأنقرة أعلن منذ تعيينه عن مجموعة من الأولويات في سوريا صاغها برفقة خبراء في معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى، وتمحورت تلك الأولويات حول ضرورة إخراج إيران من سوريا وتسوية القضية وفق المسارات الأممية. ترامب عندما استلم الحكم في أمريكا لم يكن من أولوياته أن يرحل بشار الأسد من نظام الحكم في سوريا، لكن اليوم بعد أن اختلفت المعطيات وبعد أن على الأرض بدأ النظام يسيطر على الأراضي السورية، شعر ترامب بخيبة أمل. وأيضا بعد أن انضمت تركيا إلى المحور الروسي، لا بد لترامب وللولايات المتحدة ولواشنطن أن تعود إلى الواجهة. التقدم الملحوظ وفق مراقبين فيما يخص تعاطي واشنطن مع الملف السوري جاء تزامناً مع تصريحات لوزير الدفاع جيمس ماتيس أكد فيها عدم قبول أمريكا وجود بشار الأسد في مستقبل أي حل سياسي. ودارت تصريحات ماتيس في فلك توصيات جيفري والخبراء، وتبرز ملامح رؤية أمريكية جديدة بعيدة المدى في سوريا على عكس ما يدعو له الرئيس دونالد ترامب ولو إعلامياً على أقل تقدير. عاشت واشنطن عقدة التحول في التعاطي مع الملف السوري، واليوم يعود الملف بيد واشنطن تزامناً مع قبولها الخوض في محادثات جنيف ليكون الحضور الأمريكي أحد أوجه سياسة ترامب المغيرة في المنطقة. كنان الشريف، أورينت نيوز، واشنطن.